السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة في كل مكان، اللي هنا واللي الداخل واللي على برا واللي وصل واللي باقي حاصل، وتحياتي لبنات الأصل. نتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بصحة وعافية وما يخصكم حتى خير. عارف راسي بلي طولت عليكم ولكن للظروف أحكام. شكرا للمتتبعين ومحبين قناة سيمو جيرماني فلوغ. أي واحد كيتواصل معايا كنحييه، وشكرا على التفاعل ديالكم معنا على الفيديوهات ديالنا، وشكرا لكم على اللايكات وحتى الديزلايكات وحتى على الانتقادات ديالكم. مرحبا بكم كاملين، نتمنى إن شاء الله يا رب العالمين ما يكون خاصكم حتى خير. أما في تفاصيل هذه الحلقة اليوم، جينا نهضروا على القضية اللي دارت واحد الضجة كبيرة، يعني وخرجت الرأي العام، يعني واللي ولات يهضر بها الصغير والكبير، اللي هي ديال الشلحة إخواني أخواتي الكرام، اللي هي في الفقيه بن صالح، اللي قطعت معيشة طرف طرف، وليومنا هذا مازال ما بان عليها لا حق ولا باطل. هنا غادي تعرفوا بزاف ديال الحقائق إخواني أخواتي الكرام. كما كنعرفوا انها اخوان المشاهدين فاتت في المحكمه ديال بني ملال، يعني مشات جنايات، يعني كما نقولوا نهار الثلاثاء، يعني فاتت في المحكمه باش يحققوا معها. ولكن كانت المفاجاه، وهنا المفاجاه الكبرى اخواني اخواتي الكرام، نهار من جاوا يديروا معها يعني تمثيل الجريمه، يعني قالوا لها ورينا الشنطه، ومشات وراتهم واحد الشنطه اللي هي غير صغيره، ومع العلم انه يعني الكاميرا ديال المراقبه شدتها بواحد كما نقولوا بواحد الشنطه اللي هي الباليزه كبيره، وفي وسطها خنشه، حتى الا جاوا وفتشوها الناس وقالوا لها واش هذا الشيء ولا البوليس، يعني غادي يشوفوا ديك الخنشه وغادي يشوفوا فيها، غادي تقول لهم هادو غير حوايجي راني حاطهم في ديك الخنشه. ولكن اخواني اخواتي الكرام، هذه مجرمة خطيرة، لأن علاش مجرمة خطيرة؟ لأن هاد السيدة هذه موالفة دير هاد الشيء، الله يحفظه ويستر، يقدر يكون داتها لواحد البلاصة اللي دارتها هي مقبرة اللي ما يعرفها حتى شي واحد، وما قتلتش غير هذيك، يعني قتلت بزاف ديال الناس، وهاد الشيء اللي حنا خايفين منه. ولكن وكان ما كانتش ديك الكاميرا ديال المراقبة، راه إخواني المشاهدين غادي هاد اللغز ما غاديش، يعني صعيب باش يتفك. ولكن شكرا للقضاء المغربي اللي راه داير الخدمه ديالو في الخفاء، كنحييه من هذا المنبر هذا. ولكن الغريب في الامر انها مازال ما بغات تعترف نهائيا، مع العلم ان الابن ديالها اعترف بكل شيء، قال لهم انا شديتها، مشيت انا شنقتها، يعني دخلناها حطيناها درناها في شكاره طويناها درناها، وشوفوا بحال راهم يطويو لك السوايع. هاد الشيء راه خاطر بزاف اخواني المشاهدين، الناس اللي راهم استزاب هاد الشيء راه خاطر بزاف، تو هذا راه في الشكاره دارها في الباليزه. ولكن الغريب في الامر انها بلعت على الابن ديالها اللي هو العشيق ديالها، اللي هو المجرم الخطير، يعني الفاسق، انه اللي مربيها مربياته غير بالتبني، واللي ولا العشيق ديالها، وكان يمارس معها يعني الخبث والخبائث، وكان يمارس معها الفسق والفساد، يعني في الفراش. ام عيشه كانت تسمع كل شيء مسترجم، ونهار فرشتهم ومشات قالت لاختها اللي في الطاليان والاخ ديالها انها تما كان اخر نهار في حياتها، وكانت هذيك هي الساعه ديال الجحيم في حياه ام عيشه الله يرحمها. وإخواني المشاهدين ندعو لها بالرحمه، وان شاء الله ميتواها الجنه. كان عندها اخر نهار، يعني صفوها لها اخواني المشاهدين، جا من موراها جيفها بالشال اخواني المشاهدين، هي دخلت الدار حشاوها في الشكاره، حشاوها في الباليزه، بلعت على الولد ديالها ما يقارب 4 ساعات اخواني المشاهدين. خرجت الباليزه كما شفتوا في الكاميرا ديال المراقبه، غاديه وتميل ثقيله عليها، يعني جا لقات واحد مول الكارو، هز هذاك مول الكارو داها الباب الخميس، هاد المنطقة اللي باب الخميس كان غير واحد هاد المنطقة اللي سميتها باب الخميس، انها اخواني المشاهدين كاينة في المنطقة ديال الفقيه بن صالح، عفوا، يعني هاد البلاصة ديال باب الخميس كاينة في المنطقة ديال الفقيه بن صالح، ما بعيداش بزاف. ولكن اللغز ينتهي هنا، يعني هزوها من الفقيه بن صالح داوها الباب الخميس وداها واحد المول الكارو، وتما اخواني اخواتي المشاهدين انه تناقشت مع مول الكارو، عطاته 2 دراهم، قال لها كيفاش هاد 2 دراهم؟ واش هاد 2 دراهم نتاع من؟ ونتناقش معاها، وشوف اخواني اخواتي المغاربه انه يعني سمح، قال لها روحي الله يعاونك وسمح فيها. نهار استدعاو داك مول الكارو
قال لهم نعم فعلا انا وصلت ديك الفاليزه، انا ما عرفتش واش في ديك الفاليزه، ولكن ها فين وصلتها، فين وصلتها، وها فين حطيتها. وتم ينتهي اخواني المشاهدين اللغز. وهنا في الطريقه اللي سمعنا انهم قالوا انه واحد السياره انه هي اللي وصلتها لواحد المنطقه اللي هي تعرفها غير هي بوحدها، هذه المنطقه اللي يقدر يكون دايره فيها مقبره اخواني اخواتي الكرام، اللي يكون داير فيها شي حاجه الله يستر حفظ، لانها كانت تقتل فيها الموتى ودايرها فيها تما. ولكن الغريب في الامر كاين اطراف اخرين، وعقلوا على هذه الهضره اللي قلتها لكم اخواني المغاربه، لان هذا اللغز ان شاء الله غادي يتحلوا، غادي يحلوا القضاء المغربي، يعني القضاء المغربي والشرطه العلميه والتقنيه، يعني ما حتى حاجه ما تخفى عليها. يعني اخواني المشاهدين مين هي راه في التحقيق كدير عليهم هبل تعيش. وشنو هي هبل تعيش؟ خطر تقول لهم جيبوا لي السجاده نصلي، خطر هذه في المحكمه في وسط الحبس اخواني المشاهدين المحكمه، خطر تقول لهم جيبوا لي السجاده نصلي، خطر تقول لهم جيبوا لي نتوضا، يعني بغات تلعبها بانها مختله عقليا، جيبوا لي السجاده نصلي، جيبوا لي الماء نتوضا، جيبوا لي انا مريضه بالسكر، وتدخل وتخرج في الهضره اخواني اخواتي الكرام، مع العلم ان الابن ديالها اعترف بكل شيء، قال لهم انايا انا حبلت عليا ومشات هي دات هذيك الفاليزه. ومين سولتها قلت لها فين درتي ديك الفاليزه، قالت له يعني سولها قال لها فين درتي عائشه الله يرحمها، قالت لها خطره وحده، خطره كتقول له رميتها في الحاسي، خطره كتقول له كبيت عليها الديليو وحرقتها، خطره كتقول له كبيت عليها ليسونس وحرقتها، خطره كتقول له حرقتها ورديتها رماد. الغريب في الامر ان قالوا انها من الفقيه بن صالح من باب الخميس انها هزتها واحد السياره وداتها لواحد المنطقه اللي هي مجهوله، اللي كتعرفها غير هي بوحدها، هذيك البلاصه اللي كتعرف غير هي بوحدها. والغريب في الامر يقدر يكون اخواني اخواتي الكرام انه مقبره، يقدر تكون دارت فيها جرائم كثيره، لانهم مجرمين خطيرين، وهذوك الناس بزوج خطيرين بزاف لواحد الدرجه ما تصورش. وكتدخل وكتخرج في الهضره هاد السيده هذه، لان هذه متعوده جريمه دارتها وضربت لها الحساب، بحال شي واحد اللي قال لها اش كديري عندك شي، عطى لها بالترتيب، ما بغاش تقر وما بغاش. ولجو حتى اليومنا هذا غبر لها الاثار ما بانتش، يعني السياره اللي قالوا انها هزتها ودات لديك المنطقه، ولكن حنا نطالب السلطات انها دير وحتى حريات ديالها باب الخميس. واللي عارف اللي الحمد لله السلطات المغربيه دارت التحريات ديالها وراه مازال دير التحريات ديالها في الخفاء، يعني في باب الخميس اخواني المشاهدين، انها ما يمكنش ما تكونش كاميرا واحده، ما يمكنش، يعني ما حد شافتها ديك الكاميرا المراقبه اللي هو في حي غير راقي وشافتها تما الكاميرا، يقدر تشوفها حتى في باب الخميس اخواني المشاهدين. وقريبا غادي تحل هذا اللوز، وغادي تكون شي مفاجاه الله يستر مع ما متوقعينهاش، لان هذا الشيء خطير وخطير بزاف. ما تبخلوش علينا بلي لايك والبارطاج، وكنقرا كاع جميع التعاليق ديالكم، مرحبا بكم اللي بغى يتواصل معايا الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وتبارك الله عليكم.